صباح الخير يا متابعين فتح الفني الصباحي لشركة وينزر بروكر. هذا مالكو كريم مجدي، اليوم 24 مارس 2021، وهنتكلم عن الفيديو بتاعنا عن أسعار النفط. انخفاض خلال طبعا تداولات أمس كبير وفقدان أكثر من 7% من السعر، وده راجع أكيد في المقام الأول للمخاوف بشأن تزايد القيود الوبائية في أوروبا، ومع خاصة البطء الشديد في طرح لقاحات كوفيد 19. صب طبعا التركيز بشكل مباشر على كيفية تأثير التداعيات على البراميل المستهلكة، ليس فقط من قبل المصافي والمستهلكين النهائيين في الكتلة. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار عفوا، ولكن امبارح ما كانش عندنا بيانات هامة، ولكن النهاردة هنكون في انتظار مخزون النفط الأمريكي الخام متوقع ليه سالب 272 ألف برميل، مقارنة بالأسبوع الماضي اللي كان 2,396,000 ألف برميل. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. طبعا احنا شايفين طبعا انخفاض اسعار النفط بشكل كبير، وانخفاضه من اعلى ال 61 علشان يوصل لمنطقة 57 80 في وقت دلوقتي. طبعا اداء سلبي على الاي ام اي، على السار، تقاطع المتوسطات السعريه الاسفل، اداء سلبي على مؤشر الفلات ترند. كل المؤشرات طبعا بتقول ان مزيد من الضغوطات بيتعرض لها، خاصه مع وجوده اسفل النقطة المحوريه 58 90، ولذلك نتوقع مزيد من الاداء السلبي، ولكن بشرط كسر 56 علشان يروح ل 53 80 وراها ال 51 70. مره ثانيه كسر 56 وراها 53 80 وراها ال 51 75. السيناريو الاخر المعاكس اتحقق بكسر 60 65 وراها ال 62 فلات، واخر نقطة عند ال 64 فلات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.